عام بحضراتكم من جديد. يعني قبل الفاصل كنت بتكلم وكنت بخاطب اتحاد الكره المصري بتاجيل مباراه الاهلي والنادي المصري والمقرر اقامتها ان شاء الله يوم الثلاث القادم، واعتقد ان ده مطلب عادل جدا 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 لاتحاد الكره ان شاء الله يوافق على مثل هذا المطلب، واعتقد ان شاء الله يوافق بنسبه 100% بدون تردد، وخصوصا ما فيش اي لوم عليه ان هو يوافق او يرفض، لكن الموضوع طبعا وطني جدا ومصري جدا. الاهلي والزمالك في مباراه او في مجموعتين يعني بقوا معقدتين قوي المجموعتين، وبقوا صعبين جدا على الفرقتين. اعتقد ان لازم اتحاد الكره المصري يساند الاهلي تحديدا والزمالك كمان، لان الضغط المباريات بقى صعب قوي. احنا قلنا الدوري كمان يعني المفروض ان احنا كنا خلصنا دوري، المفروض كان في لعيبه مريحه، لكن خلاص اللي حصل حصل ان شاء الله. اتحاد الكره يتدارك مثل هذه الاخطاء فيما بعد، بس يعني واجب على اتحاد الكره وان شاء الله يعني كلكم ناس محترمه جدا وناس كبيره جدا، اعتقد ان انتوا هتوافقوا على الطلب ده يعني من غير تفكير. كنا بنتكلم يا كابتن سمير عن ان الكابتن طارق العاشري ايه اهدافه او ايه الانسب ليه بكره في مواجهه النادي الاهلي، وكنت بقول لك ان هو يعني موقفه طبعا او انبي موقفها في الجدول السنه دي مش هي انبي، ان شاء الله يكونوا السنه الجايه يعني ند قوي زي ما هم معودنا. انبي في المركز ال11 برصيد 38 نقطه، عليه 38 هدف يا كابتن سمير، واحرز 33 هدف. عليه 35 هدف، ليه 41 عليه 35 وليه 41. انا لخبطت بينه وبين المقاولين. وفي المركز ال11 برصيد 38 نقطه. يعني لو اتكلمنا على جدول الدوري بالنسبه لترتيب انبي مش ما يليقش باسمه خالص خالص. وانت كنت في انبي وعارف خالص فرقه كانت قويه جدا. انما برضو انا بقول الصفقات اللي اتعملت لصالح الزمالك وبعض الانديه واللعيبه مشيت فاثرت على اداء نادي انبي، سواء مين اللي ماسك بقى طارق العشري او اي مدرب تاني. فبالتالي العناصر المميزه اللي بتبقى موجوده اللي انت بتعتمد عليها من النواحي الفنيه والبدنيه وبتبني عليها طريقه لعبك، فاكيد بتاثر على ادائك الفني. ده بالنسبه لترتيب نادي انبي. انما بنتكلم على فرقه انبي، طبعا فاز 8 مرات وخساره 12، رصيد 38 نقطه. مباراه بكره بالنسبه للكابتن طارق العشري مباراه ما فيهاش ضغط قوي، يعني هو ضمن ان هو يقعد في الدوري الممتاز وبيجرب بعض اللعيبه برده على حسب. يعني لو اتكلمنا في التشكيل بعد شويه هنشوف ان بعض اللعيبه معظمها يعني مش بتلعب بصفه مستمره، انما كل مدرب بيطمع. تفتكر الكابتن طارق العاشري ممكن يعمل كده بكره ولا يلعب بالفول تيم بتاعه، خصوصا ان هو لا بيلعب افريقيا ولا بيلعب حاجه وعايز يكسب الاهلي؟ هتتحط في سجلاته ان هو كسب الاهلي، هتخليه قاعد في انبي بشكل كويس او ان هو كسب الاهلي. مظبوط، هو ممكن لو كسب النادي الاهلي هتحسب له ان طارق طبعا كابتن طارق يعني مدربين كويسه وفكره كويس، وهو بيعمل لكده واي مدرب بيعمل ان هو يكسب النادي الاهلي. طيب ناخد الكابتن عبد الناصر. كابتن عبد الناصر اهلا بيك. كابتن عبد الناصر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره في نادي الانبي، وطبعا يعني كابتن ميدو. كابتن عبد الحميد حسن معاك، وكابتن رضا شحاته، وكابتن سمير كمون. انا عامل مداخله معاك. ده انت تنور الدنيا يا كابتن. رضا شحاته النجم الكبير، وكابتن سمير كمونه طبعا. وبيشرفني ان كابتن ميدو وكابتن رضا شحاته كانوا في يوم ما لعيبه كوره في نادي انبي، نجوم في نادي انبي. انت اخونا الكبير يا كابتن عبد الناصر، يعني بعيد عن الكوره وبعيد عن اي حاجه، ربنا يا رب يكرمك ان شاء الله. وكنا وطبعا الاول يعني ان شاء الله يبقى عيد سعيد وعيد فطر عليك مبارك ورمضان كريم. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، ورمضان كريم على كل المصريين، وعيد فطر جميل يا رب كده على كل المصريين، ويا رب مصر تكون بخير دايما يا رب كده. يا رب يا رب. وامبي كمان يا كابتن عبد الناصر، انت عارف امبي طبعا دي حبيبه قلبي، يعني الواحد بيذكرها بالخير في كل مكان. حتى التاريخ لنادي امبي يا كابتن. ربنا يخليك يا رب يا كابتن، ربنا يخليك. يعني كنا بنتكلم على وضع نادي امبي ان هو في المركز ال11 ويلعب النادي الاهلي بكره مباراه، اعتقد ان الكابتن طارق العاشر يا كابتن عبد الناصر محتاج مثل هذا او يعني لو فكر في الانتصار محتاج انتصار نادي عن النادي الاهلي طبعا يعزز موقفه في نادي امبي، يعزز كمان نتائجه اللي هي ما كانتش مرضيه قوي النادي انبي في الفترة الأخيرة. أعتقد إن ده هيبقى فكر الكابتن طارق العاشري غدا يا كابتن عبد الناصر. كلام حضرتك كلام صحيح يا كابتن، ولكن مباريات النادي الأهلي دايماً مع كل فرق الدوري بتبقى مباريات كؤوس بمعنى أصح. أكيد. لأن ده قدر النادي الأهلي. النادي الأهلي مكانته كبيرة جداً وقدراته كبيرة جداً وتاريخه عظيم ومشرف. فبالتالي كل اللعيبه دايما بتبقى منتظره هذه المباراه عشان تقدم كل اللي عندها
بغض النظر عن دايما الترتيب والفرقه فين والكلام ده كله، اللعيبه بتحاول تقدم اقصى ما يمكن تقدمه قدام النادي الاهلي حفاظا على مكانه الانديه اللي هم بينتموا اليها، دي حاجه. والحاجه الثانيه لنجوميتهم ده بشكل ثاني. اكيد اكيد يا كابتن. يعني برضه كابتن قول لي تضارب المستوى او الاختلاف في المستوى الحاد بين انبي اللي احنا عارفينه وانبي السنه دي تحديدا، شويه طالعه وشويه نازله، تغيير مدربين برضه اعتقد ان هو كتير بالنسبه لنادي انبي على السنوات السابقه. كابتن عبد الناصر شايف الموضوع ده تحليله ازاي؟ موضوع يا كابتن شيء طبيعي، لان احنا يعني لو انت بصيت من ساعة حادثة بورسعيد، خلينا ناخدها من تحت شوية. تمام. ساعة حادثة بورسعيد احنا كنا واخدين الترتيب الثاني. تمام. كانوا مجموعتين وكنا واخدين الترتيب الثاني. تمام. ولما حصل اللي حصل طبعا احنا كنا بعد النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي في مجموعة، وكنا مكملين ان شاء الله، يعني كان لينا فرصه طيبه جدا في تمام تمام. بعد كده احنا خدنا المركز الثاني. تمام. بعد كده للاسف الشديد احنا تعرضنا لعوامل خارجيه كثيره جدا، منها ان احنا تخلينا عن لعيبه كثيره جدا ما لا يقل عن حوالي 12 لاعب مؤثر جدا، منهم كهربا ومنهم صالح جمعه ومنهم مؤمن زكريا ومنهم احمد رفعت ومحمد ناصف واسامه ابراهيم واكرم توفيق ونور السيد، كل دي نجوم كبار جدا. اي مدير فني واي فريق هيتعرض لان لعيبته تسيبه او النادي يبيع اللعيبه للاستفاده الماديه اللي بتعود برضو على الفريق اللي هيبقى بعد كده، اكيد هيتعرض لهذا. واحنا عملنا تعويض، وتعويض جيد، وطول عمرنا احنا عندنا بتاع ناشئين جيد بيطلع لعيبه وبنستعوض، ولكن دايما النجم لما بيمشي استعواضه بيبقى صعب شويه. اكيد لان بياخد وقت. مش ممكن هكون انا بمشي نجم بمبلغ كبير وهروح اشتري نجم زيه يبقى انا ما عملتش حاجه. اكيد اكيد. انا بستعوض، احنا النادي بيستعوض، والحمد لله يمكن في الفتره الاخرانيه ظهر التجانس بين اللعيبه والتالف، وده بيحتاج وقت. يعني مهما كان النادي فيه استقرار ومهما كانت الامور ماشيه بطريقه سلسه، لازم فيه تجانس وفيه تالف بين اللعيبه وبعضيها. اكيد. لحد ما المدير الفني بيصل لافضل نتائج وافضل تارجت عنده. يعني اكيد يا كابتن عبد الناصر حضرتك كابتن طارق، خلينا صراحه كابتن طارق العاشر تولى الفريق في ظروف صعبه جدا، واللي قبله برضه الكابتن علاء عبد العال تولى. لما تولى الكابتن علاء بصراحه هو الفرقه كانت بدأنا بعض النجوم يغادروها لسبب او لاخر. طبعا مجلس الاداره المؤكر كان كل غرضه ان احنا نعمل تيم جيد على مدار الموسم الحالي، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لان برضو بكرر استعواض النجوم عمليه مش سهله. أكيد. عشان نعمل فرقه احنا محتاجين ثلاث مواد عشان نستعيد البريق بتاعنا والبريق بتاع العصر الذهبي اللي هو حضرتك كنت فيه والكابتن رضا شحاته كان فيه، والنجوم الكبار اللي احنا حققنا فيهم مركز ثاني وثالث ورابع الدوري وثاني العرب ومرتين كاس مصر. تمام. لازم هنحتاج وقت مش قليل. يعني اكيد يا كابتن عبد الناصر حضرتك بتتكلم بمنتهى الصراحه، وده اللي يخليني اسالك يعني ليه انبي استغنت عن كميه النجوم دي مره واحده؟ هل هو بقى ضغط من اللعيبه، ولا النادي شايف ان هو مصلحه النادي ان هو يمشي لعيبه عشان ممكن ما يدوهوش اللي هم عايزينه بعد كده في ظل العروض المتلاحقه عليهم، ولا بقى ايه السبب يا كابتن عبد الناصر؟ بكل شفافيه، ويمكن انت الاقرب يا كابتن عبد الحميد للنادي من كل الاحداث، كل الاحداث اللي بتحصل فيه. لما احنا عندنا كثيره كبيره جدا جدا من اللعيبه، وعندنا وفره ولا نتوقف على اي طبعا 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 هو. دي حقيقه، لان احنا من زمان جدا واحنا معاصرين حته البيع والشراء، وعارفين كويس جدا ان هي ان كان ليها تاثير سلبي يبقى لها تاثير سلبي في حين وتاثير سلبي وقت. اكيد. وبعد كده ان شاء الله بنستعيد البريق بتاعنا وبنعمل فرقه جيده، والحمد لله بنقدر نختار العناصر المميزه اللي ما هياش اسعارها مغالى فيها، وفي نفس الوقت بتأدي الغرض اللي احنا عايزينه. اكيد. حته البيع والشراء احنا مش موضوع فلوس، ما
موضوع ان انت لازم تعمل روتيشن كده مع لعيبتك، لازم يبقى انت من ان لاخر كده تتخلص من 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 يعني ايه، تستفيد بلاش تتخلص دي، تستفيد من جيل من اللعيبه، تاخد منه اكثر استفاده اكيد، وخاصه ان انت استفدت، فسيب اللعيب يطلق سراحه، بلاش نتوقف وبلاش البيروقراطيه في حته ان احنا نتوقف عن البيع لمجرد ان انا محتاج اللاعب. بص برضه للاعب، بص بس تحت اللاعب. محمد ناصر ما ادى مواسم جيده جدا جدا مع الفريق، هتحتاج منه ايه ثاني؟ اطلق سراحه. حلو. نفس النظام اسامه ابراهيم، لما يجي لك ناشئ بقى وهيجيب لك رقم كويس ما تتوقفش، لان انت هتقدر تصنع زيه واحد واثنين وثلاثه. زي اكرم كده، ما اكرم كان مميز جدا عندنا، ولكن لما جت له بيعه كويسه اتفضل يا اكرم روح شو طريقك وهنقدر نطلع غيرك ان شاء الله. حلو يا كابتن عبد الناصر، انا اتمنى يعني اتمنى او كل مصر بتتمنى رجوعه انبي لمكانها الطبيعي، خصوصا ان هي بتدي للدوري شكل وروح وحلاوه اكتر لما يكونوا منافسين للاهلي والزمالك على المراكز الاولى. ان شاء الله نشوف انبي قريب قوي في المراكز المتقدمه كمان، ونشوفها بتنافس الاهلي والزمالك على بطوله الدوري. كابتن عبد الناصر، بكره الاهلي ان شاء الله هيتوج باللقب الدوري العام ويتم تسليمه الدرع في الملعب ان شاء الله. هل انتم محضرين حاجه النادي الاهلي تعملوها له، ولا الموضوع هيبقى عامل ازاي اتجاه نادي ام؟ الف الف مبروك للنادي الاهلي الكبير العظيم، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي العريضه العظيمه. التتويج بالدوري شرف كبير لكل المصريين، وحاجه كويسه جدا لكل فرق الدوري الممتاز. الدوري السنه دي كان دوري صعب ودوري شائك، وزي ما حضرتك شايف كده صراع المقدمة كان مشتعل، وصراع المؤخرة كان مشتعل، وصراع الوسط كان مشتعل جدا. ده دليل ان المسابقة قوية. احنا كل اللي احنا ان شاء الله يعني هنحتفل بالنادي الاهلي الاحتفال الذي يليق بالنادي الاهلي والذي يليق بنادي انبي، وان شاء الله يطلع يوم كويس وتطلع مباراة كويسة، وخاصة ان الفرقتين مش محتاجين حاجة، يقدموا مباراة كويسة لجماهير الكرة وبما يليق بالناديين وبتاريخ الناديين ان شاء الله. اكيد يا كابتن عبد الناصر، انبي طبعا نادي يعني كله يعني الناس راقية جدا وناس متحضرة جدا وناس متفاهمة جدا. ان شاء الله بكرة ممكن نشوف يعني زي ما بنشوف في اوروبا كده ممر شرفي من لاعيب نادي انبي للاحتفال بلاعيب نادي الاهلي، ولا حضرتك مجهز ايه النادي الاهلي؟ مش شرط يبقى فيه ممر شرفي، ممكن نحتفل بالنادي الاهلي بكل حاجة تليق بالنادي الاهلي وتليق بنادي انبي. مش شرط موضوع الممر ده، لان في اكثر من وسيله ان انت تحتفل وتكرم الفريق الفايز بغض النظر عن الممر. ممكن نبقى عاملين حاجه احسن من الممر. انا معاك بس انا معاك كابتن عبد الناصر، لكن انت عارف في يعني بنشوف برشلونه بتعمل ريال مدريد ممر شرفي من اللعيبه الكبار جدا زي ميسي وانيستا، بنشوف برضو الريال بيعمل لبرشلونه ممر شرفي، هو بيزيد خلي بالك في حجم الفرقه وقيمتها، اللي بتعمل ممر شرفي اللعيبه بيزيد في حجمها وقيمتها جدا جدا. عشان كده بقول لك النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريض، لن يؤسف فيه ان يتعمل له ممر شرفي ولا ما يتعملوش. بالنادي انبي نادي انبي نادي كبير، هيحتفل بالنادي الاهلي بكل حاجه حلوه. انا عارف تليق بالناديين ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، عايز اقول يعني هتبقى ازاي، ولكن احنا هنحتفل بالنادي الاهلي بما يليق بالنادي الاهلي وبما يليق بلعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الكبيره. ومره ثانيه الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره الكبيره. وان شاء الله يجي يوم ونحتفل بانبي برضه يا كابتن عبد الناصر. نادي انبي نادي كبير وفي رموز كبيره جدا، وان شاء الله دايما مشرفين الكره المصريه. كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره في نادي انبي، شكرا جدا لحضرتك. يعني كلام حلو، كلام مميز.